عليكم زويدين ديالي، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنىكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. الفيديو ديال اليوم غادي يكون خفيف وظريف. هذا الفيديو هو طلب ديال احدى المتتبعات ديالي الوفيات، كانت مؤخرا توصلت معي في الانستغرام وطلبتني على دي مفن يكونوا ديال فاني ولا مهم كيف ما بغا يكونوا، غير ما يكونش فيهم الشوكولا. طلبتني باش نعطيها الوصفه، فقلت لها عافاك فكريني باش نوض نمشي للكتاب اللي عندي فيه لي غوسيت ونقلب لك هكا على شي وصفه تكون ساهله بغاتها لبنيتها. فبقيت كنقلب ونلقى واحد الوصفه عندي قديمه، هي في الحق وصفه ماشي ديالي، وصفه اللي وصفه كانت نزلات في الجروب ديال كازا ديليس. هادي شنو لكم، هادي سنين، ومن هاد المنبر كنبغي نوجه تحيه كبيره للصديقه ديالي واختي العزيزه ليلى المليح، اللي هي لادمين ديال جروب كازا ديليس. كان في داك الوقيته كانت هاد لا غوسيت كانت دارجه مزيان في الجروب، وكاين ما كاينش شي واحد اللي ما دارش هاد لا غوسيت. لا غوسيت ديال اليوم اللي غادي نشارك معكم اللي هي طلب ديال الكيكيكوم ديال المتتبعه ديالي، هما لي مادلين اسبانيول. هاد لي مادلين معروفين في اسبانيا، كيجيو صراحه لذاذ وبزاف، ولاباس ديالهم هو ياغورت مصوص وايضا الزيت البلديه، ما يمكنش ما يكونش فيهم الزيت البلديه. وحنا شنو كنديروا، كنهرسوهم بالزيت العاديه، فكيجيو لذاذ بزاف، وكنسموهم بالحامض. فهادشي كامل نتوما غتشوفوه معايا، انا كنخدم وانا كنقول لكم المقادير. بطبيعه الحال في الاخر الفيديو غادي تلقاوهم في صندوق الوصف. هي بسم الله، اول حاجه غادي نبدا بها هو 3 ديال البيضات، انا هنا عندي ياغورت مصوص اللي غادي نفرغوه هنا باش هاد لوبو هذا نقدر نعبر به السنيده ونعبر به الزيت. غادي ندير كاس ديال السنيده. في الحقيقه الوصفه فيها كاس ونص، انا بالنسبه ليا كاس الله يجعل البركه كافي. غادي ندير شويه ديال قشور ديال الحامض، بالنسبه ليا انا ما عنديش الليمون، كون كان عندي غادي ندير شي شويه من قشور ديال الليمون وشي شويه من قشور ديال الحامض، كتجي اللذه ديالهم خطيره. دابا غادي نخدم هذا البيض مزيان حتى يضاعف الحجم ديالو. صافي، دابا من بعد ما طربت البيض مزيان غادي نزيد كاس مخلط ما بين الزيت البلديه والزيت العاديه. ندير نص ديال الزيت البلديه ونص ديال الزيت الروميه. دابا غندير ياغورت مصوص اللي هو كاس، صافي. ودابا غادي ندير 3 ديال الكيسان ديال الدقيق مع خماره واحده من وزن 7 غرام وواحد القبيصه ديال الملحه. غادي نمشي نغسل هذا الكويس وغادي نمسحو ونرجع نتلاقاو. غسلت الكاس مزيان باش ما يلصقش ليا فيه الدقيق، ودابا غادي ندير 3 ديال الكيسان ديال الدقيق. طبيعة الحال غادي نغربلهم.
غادي ندير خميره وحده كبيسه الملح طبعا نزيد الكاس الثاني دابا غادي نزيد الكاس الثالث هذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه في الاخر ديال لي مادلين ديالنا صافي دابا هنا من بعد ما كملت كتبقى المرحله الاخيره واللي هي اللي باش معروفين هاد لي مادلين اسبانيول هما تندردرو عليهم شويه ديال السنيده من الفوق باش ملي كيطيبو كيعطيونا ديك القرمشه وديك القرمشه هي اللي كتعطيهم واحد اللذه وواحد المنظر كيجي رائع المهم تتشوفوا معايا في الاخر كيفاش غادي يجيو دابا غادي ندخلهم الفران يطيبوا على درجه حراره 160 الفوق والتحت بطبيعه الحال غادي ندير الفونتيلاتور وحاجه اخرى اللي بغيت نقول لكم خرجوا لي 11 وحده زوينين ديالي هذا هو الشكل النهائي ديال لي مادلين اسبانيول صراحه كيجيو زوينين كنتمنىكم انكم تجربوهم الوصفه جد رائعه يعني هذا اللي اختار الوصفه نهار الاول انا راضيه عليه دنيا واخره صراحه كانوا يعني هذه سنين كي قلت لكم في الاول الفيديو كنا كنبارطاجيوهم في الجروب يعني ما هي وحده ما هي جوج ما هي وحده ما هي جوج اللي جربوهم واليوم بغيت نشاركهم معكم باش حتى نتوما تجربوهم هذا الا ما كنتوش عارفينهم ويا ربي كنتمنى المتتبعه ديالي الوفيه اللي طلبتني عليهم كنتمنى تكون كتفرج دابا وتصوبهم لبنيتها وتاكلهم بالصحه والهنا والعافيه يا ربي والله يحفظها ليها بيان سور انا غادي نحل لك غنحل لكم واحد الوحيده باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل انتما راه كيجيو رطبين 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 وهاد السنيده
كدير لنا واحد لاكروت زوينه من الفوق كتعطي واحد القرمشه زوينه بزاف. نتوما شوفوا كيفاش كيجيو، كيجيو فنين، كيجيو رطبين. وملي كانوا كيطيبوا كانوا عاطين واحد الرائحه رائعه في الدار. كنتمنى البنات انكم تجربوهم وتاكلوهم بالصحه والعافيه، وبطبيعه الحال غادي نخلي لكم المقادير بالتفصيل في صندوق الوصف. خليتكم على خير وبسلام عليكم.